احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني تمشي وراهم تاخذوا خلفهم. هذا كان شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى اذا دخل لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم او لاتبعتموه. ها كيف يعني؟ يعني يقول لك اوروبا تقدمت عشان تخلت عن الدين، فتعالوا انتوا تخلوا عن الدين عشان تتقدموا، سبب تخلفكم هو الدين. مش العلمانيين يقولوا كده عندنا؟ صحيح في بلادنا. صح. اوروبا تقدمت. نفس الخطاب الاوروبي، نفس الخطاب الغربي. نعم. والدين كان حاله خاصه لمحمد من 1400 سنه خلاص انتهت، وده قضيه قديمه بقى خلاص. وانتوا اصبح الانسان متفوق على نفسه، يستطيع ان يضع قوانين يصلح بها اموره، فمش داعي للدين. امشوا وراهم لتتبعون سنن من كان قبلكم. الاول عملوا ايه؟ هل المراه في اوروبا كانت تعمل في العصور الوسطى؟ لا لا، تعملوا فيها ايه؟ قال اخرجي للعمل عشان الفتنه تعم، فخرجت للعمل، فكانت في المدينه الصناعيه، لكن في الريف كانت لا تخرج. وكانوا لا يعلمون الا الى المرحله المتوسطه فقط في اوروبا. هذا تاريخ اوروبا. نعم. سبحان الله. فقالوا لا، ادخلوا يلا افتحوا لها الجامعات. فتحوا الجامعات، فكان لهم قسم خاص، وبعدين خلوه يقعدوا البنات في ناحيه والاولاد في ناحيه، وبعدين بدا خطوات. وبعدين تعمل المراه، كان يعطوها نصف راتب الرجل في اوروبا، فعملوا لا، انت لازم تدفع عن حق، صيروا لها مشكله، انت لازم تدفع عن حقوق. نعمل ايه؟ انت لازم تطالب بنفس الاجر، حقوق الرجل تطالب بنفس. لا، انت اعملي نقابه. تمام. لغايه الان هيجي يوم الرجال في اوروبا سوف يطالبون بمساواتهم بالنساء، وهذه الصيحات مرفوعه الان، وهذه اصبحت في بلادنا النبره، الولد، النبره، حريه المراه، النبره بدات تزداد. مع ان المراه عندنا الحمد لله ما عندهاش مشكله، المراه بفضل عندنا في 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 ديار الاسلام، الا ان يكون الزوج يعني والعياذ بالله يعني لا اخلاق له، لا دين له، لا لا لا, لا تربيه له، سلوكياته شائنه سبحان الله. نعم. لكن احنا في الظروف الطبيعيه المراه عندنا مكرمه صغيره وكبيره. نعم نعم. شكرا فضيله الشيخ، بارك الله فيك.